هنغني وهنختار بقى مثلا ايه؟ مدحت صالح على عمرو دياب على وائل جسار، يعني احنا هننوع. طب ايه رايك لو عملت لك ميكس من التلاته بقى؟ ميكس من التلاته تبقى تقيله وصعبه ومجهده عليك وعلى الفرقه. لا مفيش الكلام ده، يعني خلينا نجرب. ورط نفسه توريطه، وبعدين انت ورطت الفرقه بقى. لا لا انا ممكن هم هيميكسوا بتاع اللي هو انت هتودينا وتجيبنا فين دلوقتي. طيب ممكن نقول اقول لك اريحك قولي. وريحهم ودايما قبل اي لقاء بيبقى فيه بروفات. ايوه حلو حلو. احنا مش هنطلع بره، ما تقلقوش والله ما ورطكوا لو حصل ايه ابدا. تعالى ناخد اغنيه لكل واحد من الثلاثه لوحدها، يلا من غير ما نجهدك ومن غير الفرقه كمان. يعني كده يعني نريح الفرقه. بس اغاني عمرو دياب هتحتاج الفرقه ولا ايه؟ لا في اغاني ممكن كمان. اه سير يا نورماندي اختار لك غنوة. يلا رفضك يا زماني يا اواني يا مكاني، انا عايز اعيش في كوكب تاني فيه عالم تاني فيه لسه اماني، فيه الانسان لسه انسان عايش للتاني. اظن دي اول حد. بص انت كده في التمام، اظن دي اول حد ده كده اعتمد. ها نكمل ولا نطلع مع الفرقه؟ ها عشان ما ناخد راي زملاء. نكمل ولا نطلع مع الفرقه؟ لا بيقول لك كمل خلاص انت معتمد. دوس. عمرو دياب. احنا دلوقتي خدنا مدحت صالح ماشي، فخدنا ايه ختم الجوده ماشي الحمد لله يا رب. حبيبي ولا على باله شوقي اليه ولا شاغل بالا نادي عليه، وليالي كتير افكر فيه واحن اليه ولا داري كفاية ان بقاله ليلة ويوم على طول في خيالي ومفيش نوم، وليالي كتير افكر فيه واحن اليه ولا داري. ويطلع الولد الصغير اللي شبه عمرو دياب. هو ده الصغنون الجميل ده. حلوه بصراحه، ودي اغنيه من الحاجات الصعبه اللي عملها عمرو. انا بحب ايه تاني؟ مين كمين التالت؟ خش. ما احنا كده دلوقتي بنعمل سندوتش ابن لذينه. والله العظيم ده سندوتش ميكس حلو قوي. لحمه بارده وجبنه وصوص حاجه جو. خش على وائل جسار. الله عليك. وهتبقى جبت جول لو جبت الاغنيه اللي في بالي اللي انا مش هقول لك ايه هي، فهنسيبها للحظ. ما عارف والنهاية واحدة، آخرها بترسي على الوحدة. راح فين يا جو؟ راح فين؟ بس تعالى تعالى. ده هي دي اللي أنا كنت عايزها والله العظيم. والله هي دي اللي أنا كنت عايزها. تعالى يا جو اقعد يا جو، أنا هغني لك مع الفرقة يا جو. يا عم جاهزين؟ إيه ده؟ اتفضل. إيه ده؟ اتفضل اتفضل. الله أكبر. اتفضل يا باشا. خش رشاش. آخرها بترسي على الوحدة، مش فارقة واحد من واحدة، محدش آمن الدنيا ولا الأيام، في حبي عايش بأسراره وحبي بتحرقه ناره، بناء على اللي نختاره حياتنا اخترنا تفاصيلها لسنين قدام. عيني عيني على اللي حبه الفترة دي،
عايشين كده زي التمثيلية، ده ضحك دي وده ضحية وده بلا إحساس. عيني دم داري علي وده دمعته، ودي دبلت قدام مرايته، وده عملت علشان كرامته حساب الناس. معارف والنهاية واحدة، آخرها بترسي على الوحدة، مش فارقة واحد من وحدة، محدش قال.